اعتصام الحرية والتغيير المناهض للحكومة مستمر في الخرطوم وانضمام متظاهرين من ولايات أخرى. في ذكرى حراك لبنان، الحكومة حابيسة مصير المحقق بانفجار المرفأ وعنف الطيونة. اشتداد المعارك جنوب مأرب وميليشيا الحوثي تقتحم قرى العبدية وتنكل بمدنيها. حشد تركي ضد أكراد سوريا وأنباء عن صفقة روسية تركية إدلب مقابل قصقصة مناطق الأتراك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه النشرة التي نواصلها أيضا من تطورات السودان، حيث يتواصل لليوم الثاني الاعتصام أمام القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وأغلق المعتصمون شارعي القصر والجامعة ونصبوا الخيام ومسارح الخطابات السياسية، ويطالب المعتصمون بحل الحكومة التنفيذية وتكوين حكومة من كفاءات مهنية. ويلقى الاعتصام الذي بدأ عقب تظاهرات حاشدة يوم أمس يلقى دعما صريحا من قوى الحرية والتغيير جناح الإصلاح، ويطالب جناح الإصلاح بعودة الحاضنات السياسية إلى منصة التأسيس وتوسيع قاعدة الحكومة لتشمل كل القوى التي أسست الحرية والتغيير في عام 2019، بالإضافة إلى تشاركها في مناقشات قضايا الفترة الانتقالية. وأفادت مصادر الحدث بانضمام متظاهرين من ولايات أخرى إلى المعتصمين. ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمرو شعبان. أستاذ عمرو، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية، إلى أين ستصل هذه التظاهرات اليوم على ضوء طبعا كل الاتهامات التي تكال إليها من قبل المجلس المركزي؟ بداية التحية والتجلة لشهداء الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة. هذا التجمع والحشد الذي تشاهدونه وتستحضرون لقطاته وصوره بالتأكيد لا نضيل الأمام، لأنه لا يعبر عن الشارع السوداني، أصبح معزولا، خصوصا وأنه قبل 5 دقائق أو 10 دقائق أعلن حزب البعث السوداني أحد أبرز الأحزاب المكونة لهذه الكتلة انسحابه من الاعتصام، وأعلن بشكل واضح أنه لا يعبر عنه. إذن الاعتصام عبارة عن مجموعات من الصف السادس والرابع والخامس للإخوان المسلمين، بالإضافة إلى عسكريين في الحركات المسلحة يرتدون زيا مدنيا، بالإضافة إلى قوات نظامية يرتدون زي المدني، هم من يحتشدون الآن في ميدان الاعتصام. هو بالتأكيد لا يعبر عن الشارع السوداني. الشارع السوداني ينتظر يوم 21 وفق ما أعلنت لجان المقاومة وتنسيقيات لجان المقاومة، وأعلنت بها كذلك تأييدها لذلك الحرية والتغيير بقيادة المجلس المركزي رغم الاختلاف معه. بالتأكيد أيضا أن هذه الأيام الثلاثة القادمة حتى يوم 21 ستكون حاملة بالكثير من المفاجآت، إذ أن المكون العسكري فقط كله أوراق ضغطه. ولكن هناك من يرى أيضا في المقابل أمام المجتمع الإقليمي، أستاذ عمرو، هناك من يرى في المقابل أو ينتقد يعني قوى الحرية والتغيير في المجلس المركزي بأنهم لا يقدمون البدائل، ليس لديهم ورقة واضحة أو خارطة طريق واضحة. كيف يمكن الرد على كل ذلك أيضا؟ إذا أتحت لي الفرصة بشكل كامل، قوى إعلان الحرية والتغيير تقدمت منذ وقت مبكر، قبل وقت مبكر، ومنذ إعلان انتصار الثورة السودانية بمؤتمرها أوراقها حول برنامجها للحكومة على مستوى الورقة الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي الذي يصطدم بالتأكيد مع ما طرحه وقاده رئيس الوزراء وفق تقديراته أن في إطار الإصلاحات الاقتصادية هي تتعارض. ورغم ذلك الحرية والتغيير لم تسحب الثقة من رئيس الوزراء وتركته، طالما هو خبير في هذا المجال تركته أن يعمل في الإصلاحات رغم تعارضه تماما مع البرنامج الذي قدمته اللجنة الاقتصادية
الاقتصادية للقوة على الحرية التغيير، هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الصحي كل العالم يعلم ما عقد في شهر 5/2018 ببريطانيا، هو مؤتمر السياسات البديلة للقطاع الصحي، هي أوراق جاهزة ومعدة وتتم تنزيلها تدريجيا منذ تنسم الوزارة موقعها الأول دكتور أكرم علي التوم، وتمضي حثيثا أيضا. لكن من أين تستخى هذا التشويش؟ على ماذا يرتكز إذن أو يستند في كل هذه الاتهامات؟ نجاح المدنيين في إنفاذ فترة انتقالية دسمة تؤهل السودان للدخول للانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة يجعل خروج العسكر من المشهد السياسي أمرا حتميا. هذا الأمر يتآمر عليه العسكر، حتى الإسلام لا يستطيعون التآمر، ولكنه العسكر الذي يلعب بالكروت في محاولة الحصار وخنق الحرية والتغيير وحكومة الفترة الانتقالية. صراعات داخل الحرية والتغيير، ما الذي يعنيه هذا حتى يتأثر دولاب الدولة والحكومة والمجلس السيادي بها؟ لما يتدخل في صراعات ما بين مكونين داخل الحرية والتغيير، خصوصا أن البرامج موجودة لدى رئيس الوزراء ويستطيع أن ينفذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء. إذن الحكومة على المستوى التنفيذي وعلى مستوى مجلس السيادة من الطبيعي أن تكون مستقرة بعيدة عن خلافات الحاضنة السياسية، لكن محاولة إقحام خلافات الحاضنة السياسية وإلقاها بظلالها على الحكومة التنفيذية حتى يحدث الشلل، يحدث شد الأطراف، يحدث الإفشال، حتى يحدث التفويض من خلال إثارة الشارع والرأي العام. هذا الأمر فشل فيه العسكر. الآن يقومون بتمثيل سيناريوهات على مستوى المجتمع الإقليمي والمستوى الدولي، إذا تكرمت كاميراتكم قنواتكم الفضية الكريمة بتصوير أقدام الذين متواجدين داخل قاعدة الاعتصام اللي يرتدون الزي المدني السديدين، يرتدون أبوات وأحذية بدون مؤاخذة عسكرية. هذا الأمر أصبح واضحا وجليا، بالإضافة إلى فلول النظام البائد الذين يرددون شعارات الإخوان المسلمين من الصف الثالث والرابع والخامس. الآن السودان معرض للاختطاف بسبب تواطؤ المجتمع الدولي والإقليمي وصمته على مؤامرات العسكر. هذا الأمر واضح. أنا الأوان لتغيير الخمسة الذين يرأسون المكون العسكري في السودان باعتبارهم أحد محبطات عملية الانتقال الديمقراطي في أبرز دول العالم الثالث بعد صورة مزيلة ومدهشة. كيف هذه الخطوات التي تتحدث عنها؟ يعني ما الخطوات التي ممكن أن تكون يعني مرتقبة من قبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لتنفيذ كل هذه المطالب؟ في البداية تحميل البعثة السياسية للأمم المتحدة السيد فولكر مسؤوليته التاريخية في إضاعة عملية الانتقال الديمقراطي والمحنة التي يدخلها، إذ أنه معني برفع تقارير دورية لمجلس الأمن حول من يسهم في تعسر المرحلة الانتقالية ومن يتواطأ في تعطيلها. ثانيا على سفارات الدول العظمى والمتابعة والمهتمة والمندهشة والتي تشكر الشعب السوداني على ثورته العظيمة تلك أن تبدأ تتحرك ومارس الضغوط واضحة. كذلك الدول الصديقة على المستوى الإقليمي مصر والسعودية والإمارات عليهم مارس الضغط كريم على المكون العسكري، إذ أنه كلما استحفلت الظروف واستحلكت الظروف يتم تشويه هذه الدول ودورها في الشأن الوطني باعتباره محور يريد للعسكر أن يحكم. عليها هذه الدول أن تتبرأ من هذا الخط الذي يحمي الإخوان المسلمين. نحن نعلم تماما السعودية والإمارات ومصر بريئة كل البراءة من الإخوان المسلمين وخط الإخوان المسلمين. نعم. طيب يعني وكل التحديات الأمنية الأخيرة سواء فيما يتعلق بموضوع المجموعات الإرهابية أو حتى المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة، كيف تلقي بظلالها على كل هذه التطورات؟ في البداية تؤكد ما ذهبنا إليه بأن المكون العسكري يستهلك هذه السيناريوهات وهذه المسرحيات لتمديد بقائه على السلطة، خصوصا مع اعتراب أجل تسليم السلطة للمدنيين. هذه المجموعات الإرهابية، أنا شخصيا قمت بتسليم خبر بتاريخ شهر 12 العام 2020 بدخول عنصرين لداعش، أحدهم خبير متفجرات بجريدة السوداني. منذ ذلك الوقت لماذا وخلال سنتين لماذا لم يتم تجفيف هذه الخلايا الإرهابية؟ لماذا لم يتم هيكلة الجيش لتصفية العناصر المتأسلمة داخله حتى يكون مهددا طيلة حتى الآن مهدد بوجود انقلابات في المؤسسة العسكرية؟ هذا يعكس أن الخمسة القائمين على أمر المكون العسكري لا غير حريصين على إعادة هيكلة، غير حريصين على تنفيذ وصايا الوثيقة الدستورية، غير حريصين على دمج الجيوش وتوحيد الجيش السوداني كجيش قومي واحد لممارسة نفوذ والتلاعب كما قلت لك بالكروت لتطويل أمد بقائهم في السلطة. هذا الأمر لن ينجل على الشارع السوداني. الآن التعبئة تجري على قدم وساق. سيكون المواجهة المؤجلة منذ 30 يونيو 2019 هي القائمة والحاضرة في تاريخ 21. السودان الآن يتجه إلى حمامات دم ما لم تتدخل القوى الدولية والقوى الإقليمية الراشدة والواعية لإبعاد طموحات العسكر غير الشرعية في السلطة.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات أيضا من الخرطوم. كنت معنا الكاتب الصحفي عمرو شعبان، شكرا لك. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أن الولايات المتحدة ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والرامية إلى حماية التحول الديمقراطي. وأضاف بلينكين أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري. يشار إلى أن حمدوك أعلن عن وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. وافق المجلس الأعلى لنظارات البيجة على السماح بتمرير شحنات قمح وأدوية محتجزة في الموانئ إلى الخرطوم وولايات البلاد. وأوضحت صحيفة السوداني أن الموافقة جاءت نتيجة مذكرة تفاهم وقع عليها رئيس المجلس سيد محمد الأمين ترك مع رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في مدينة بورت سودان. ونص الاتفاق على استمرار الاعتصام السلمي في الموانئ والطرق إلى أن تستجيب الحكومة إلى إلغاء مسار الشرق، مع استثناء الأدوية البشرية والبيطرية من الحظر والقمح الوارد من المعونة الأمريكية ومنظمة الغذاء العالمي ومستوردات المنظمات الأممية من المعونات الإنسانية. نفى عضو مجلس الأعلى لنظارات البيجة أبو فاطمة أحمد نور السماح بمرور شحنات القمح للعاصمة الخرطوم، مؤكدا في تصريح للحدث أن المجلس لم يسمح سوى بمرور شحنات الدواء وأغذية الأطفال وذلك لدواع إنسانية على حد قوله. نعم، القمح من ضمن الشحنات المحبوسة لا يسمح لها بالمرور، لأنه هذا شأن يخص إنسان الشرق الذي ترس أو أغلق الطرق التي تمر عبره، لأنه إنسان الشرق هو نفسه يعاني إيراداته وكل مدخلاته تذهب إلى حيث لا يعلم، فبالتالي القمح ليس من ضمن البنود التي يسمح لها بالمرور، إنما الأدوية بحيث أن هي حاجة إنسانية وذات حساسية لكل الشعب يمكن أن تمر، لكن الشعب ربما يكون له بدائل، لكن فيما يلي القمح غير مسموح له أبدا. إلى اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن 30 غارة جوية على مخازن أسلحة وآليات قتالية للميليشيات الحوثية في جبهتي سرواح والكسارة غرب محافظة مأرب. في المقابل، تعرض عدد من منازل المواطنين في قريتي الظهر والشريحية في مديرية العبدية للقصف والتفجير بعد اقتحامها من قبل الميليشيات، في وقت تزايدت فيه موجة النزوح الداخلي نحو مناطق لم تسيطر عليها الميليشيات. هذا وأفادت مصادر ميدانية بأن الحوثيين يشنون حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء العبدية جنوب مأرب، بينهم جرحى وأطفال. قال الشيخ عبد الواحد القبلي نمران أحد كبار شيوخ قبائل مراد اليمنية أن قبائل مأرب تعاهدت على مقاتلة الحوثيين والتصدي لمشروعهم الانقلابي مهما كانت التضحيات. الشيخ نمران أوضح أن قبائل مراد ومختلف القبائل اليمنية وقوات الجيش الوطني يخوضون معارك متواصلة ضد الميليشيات الحوثية على جبهات جنوب مأرب بإسناد جوي مركز من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. كل دروعنا وكل مقاتلينا وكل كبار أفخاذ القبيلة عاهدوا ولا زالوا في جبهات القتال، والحمد لله ثابتين ثبوت الجبال. الحمد لله، طبعا الجيش الوطني مشارك والقبيلة مشاركة والقبائل أيضا، ليس في حسب مراد، من أبطال قبائل اليمن على مستوى كل قرية في الجمهورية اليمنية، ونشكرهم جزيل الشكر. نشكر وبدرجة أولى التحالف العربي
وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الذي هم إلى جانبنا من بداية الأحداث من 2015 حتى الساعة هذه، وهم يتابعون لحظة بلحظة ويسندون بمقاتلات الجو بالطيران. وضعت ميليشيا الحوثي يدها على عدد من بنوك اليمن إتماما لمسلسل جباية تنتهجه منذ سنوات. الميليشيا استحوذت على أموال 14 شخصا من كبار التجار وسيطرت على 2 من البنوك التجارية التي يمتلكونها. ووجهت ميليشيا الحوثي اتهامات سياسية لكبار المساهمين في عدد من البنوك لرفض بعضهم دعم الحرب. التهم ذاتها طالت من رفضوا دفع جبايات أو منح قروض من دون ضمانات كافية لقادة الميليشيا. وعقب سيطرتها على بنك سبا الإسلامي جمدت الميليشيا أرصدة 12 من كبار التجار 12 من كبار التجار يشكلون مجلس إدارة بنكي اليمن والخليج، زعمة أن أعضاء مجلس إدارتهما ارتكبوا مخالفات مالية أدت إلى أضعاف البنكين والإضرار بأموال المودعين. ولم تكتفي بذلك فحسب، إذ حجزت أموال منقولة وغير منقولة ومنعت أصحابها من التصرف فيها، رافضة أو فريضة قيودا صارمة على البنوك ما أوصلها إلى الإفلاس وأصبحت شبه منهارة وشبه مغلقة أيضا. لكن ميليشيا الحوثي تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. نائب عن حزب الله يهدد بتداعيات كبيرة على أحداث الطيونة. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد إلى لبنان. تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية للتظاهرات الشعبية العارمة والتي شهدها في 17 من أكتوبر عام 2019. ووفقا لما كشفه للحدث الناشط في حراك 17 من أكتوبر جهاد فرح، فإن الحراك سينظم مسيرة لتنطلق من أمام قصر العدل وصولا إلى المرفأ لدعم القاضي بيتار وعدم التأثير على القضاء. واليوم قالت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان إن ثمة
أمل قوي في بناء مستقبل أفضل للجميع، وأن تحقيقه ممكنا من خلال تطبيق الإصلاحات الفعالة والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العامة المقبل. وقبل عامين وفي مثل هذا اليوم انفجر الغضب الشعبي احتجاجا على احتمال زيادة تعرفة مخابرات تطبيق الواتساب، احتجاجات سرعان ما تحولت إلى ما يشبه الثورة الشعبية في بيروت العاصمة وطرابلس شمالا وصيدا جنوبا ومناطق أخرى، مشاهد جماهيرية عكست توحد الشعب اللبناني ضد الطبقة السياسية تحت شعار كل يعني كل. المحتجون طالبوا بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، كما نادوا برحيل الطبقة السياسية ومحاسبتها متهمين أعضائها بالفساد. وفي اليوم الثاني عشر من الحراك أو الثورة كما يسميها بعض اللبنانيين استقال رئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أن التظاهرات استمرت لأشهر قبل أن تتراجع في ربيع عام 2020 تزامنا مع تفشي وباء كورونا. الحراك الذي لم تتحقق مطالبه رغم مرور عامين على انطلاقته ولد مجموعات مدنية خاضت وتخوض انتخابات طلابية ونقابية، ولكن وهج التحركات التي قامت عصر ذلك اليوم قبل عامين خفت كثيرا، والبعض يتهم أحزابا سياسية وتقليدية بركوب موجة الحراك. وسط بيروت ومنذ 17 من أكتوبر بات على موعد شبه أسبوعي مع تحركات شعبية ورمزية في معظم الأحيان احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع المعيشية، لأن ناشطين كثر في الحراك المدني يعولون على إعادة الحياة للحراك تحضيرا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الربيع المقبل. ومن بيروت ينضم إلينا من جديد مراسل الحدث محمود شكر. محمود أهلا بك من جديد معنا. هل بدأت التجمعات لإحياء ذكرى حراك تشرين؟ حتى الآن كنت تتحدث عن 3 تظاهرات في الساعة الماضية. نعم، هذه التظاهرة واحدة من 3 هي أمام القصر العدلي في العاصمة بيروت، وجاءت تحديدا أمام القصر دعما للقاضي بيطار ودعما أيضا للسلطة القضائية برمتها، وأن تكون مستقلة عن كل التداعيات السياسية أو عن القوى السياسية والحزبية في لبنان. هذه التجمع من المفترض أن تنطلق بعد 3 ساعة أو 20 دقيقة باتجاه العاصمة بيروت إلى ساحة الشهداء. هي ستنطلق في ظل إجراءات أمنية عسكرية مشددة من هنا ثم بعد ذلك إلى وسط العاصمة، حيث سيكون هنالك التجمع بالإضافة إلى تظاهرتين، الثانية من ساحة ساسين في قلب الأشرفية، أما الثالثة من أمام المرفأ، وبعد ذلك هنالك برنامج سينفذ على الأرض من قبل المتظاهرين. سأذهب مباشرة للوقوف على حقيقة الذي يجري على الأرض، وستكون يعني معي مثل ما بيقولوا الضرب بحجرين بالمثل اللبناني إلى شخصيتين، حليمة قعقور من هذه الجهة والممثل اللبناني الفنان طلال الجردي. سأذهب لك طلال بعدين لعند حليمة. الناس عم تقول انه الخطاب يعني تبع الثورة ما استنهض الناس لحتى رأينا هذه التجمعات، هل هي رمزية ام في مشكلة؟ لا مش رمزية، نحن نزلنا اليوم لنقول نحن نؤمن بالعدالة، نؤمن بدولة القانون وليس شريعة الغاب، وبنعرف شريعة الغاب لوين بتوصل، بتوصل للدم والدم بجر دم. نحن من اول يوم لما نزلنا على الساحة لانه نحن نؤمن بدولة، بدولة العدالة، دولة القانون، دولة المؤسسات. الخطابات شفنا لوين بتوصل. خليك معي هول عم يحكي فيهم، هو مش انا بدي ناقشه فيهم. حضرتك انه هالارضيه اللبنانيه اقتنعت بهذا الخطاب؟ يعني وين اللبنانيين؟ الناس مقتنعه بهذا الخطاب، وما ضروري الشارع هو الطريق الوحيد لتشوف او الوسيله الوحيده لنقول لا ولنقول هذا الخطاب. بأربع اب شفت ملايين رجع نزل الناس اكيد وشفنا، بس شو ما عملت الناس عم بيكون دائما عم يتم مساءله الناس. المساءله مش للناس اذا نزلت او ما نزلت، المساءلة لهيدي السلطة شو عملت بالناس لما نزلت. ومن يومين اللي صار بالشارع والسلاح والدم الرخيص اللي صار خلى كتير ناس هلأ ما تنزل وتقول أنا دمي مش رخيص أنا بدي أقعد بالبيت. ما معناتها أنه هي مش مقتنعة بالخطاب. أنا بعتقد الناس ما إلها غير هيدا الخطاب لتحميها،
لتحمي العدالة اللي عم احكي عنها ولتحمي دولة القانون والدولة اللي بدنا اياها. ما تحاسبوا الناس اذا نزلت او ما نزلت، حاسبوا هيدي السلطة اللي ما عم اعطيها الامان للناس، مينيموم امان انه اذا نزلت على الارض. طلال، برايك هذه السلطة نجحت في تشتيت المظاهرة او في ضرب احلام اللبنانيين بما خرج من 17 تشرين؟ لا يوجد سلطة في لبنان، يوجد احزاب، لا يوجد سلطة. لو في سلطة بلبنان كانت احتكمت لنا، نحن نزلنا على الارض تندعم شيء اسمه مؤسسات بلبنان. كل الدعم اللي قدمناه والدماء اللي قدمت والعيون اللي انطفت والايدين اللي تكسرت والناس اللي انشلت والناس اللي انتحرت، ما خلوا حدا بهيدي الدولة يرفله جفن ويعرف انه نحن جايين كرمال نوقف سند للدولة اللبنانية، جايين على العدلية نوقف سند للقضاء اللبناني. لكن الخطابات الاستفزازية وحقن الناس شفنا لوين بيوصل حقن الناس. نحن ما جذبنا ناس سيد الكريم لان نحن ما بنعرف نحكي كلام طائفي. ومعلش انا بدي ارحم الشعب اللبناني، ما بدنا نجلد حالنا، نحن ناس تعودت على الطائفيه من زمان كثير. اوكي هون معلش، بس اسمح لي بس خليني اروح لعند فيها. بس فيها هي، نحن شعب تعود على الطائفيه، بده وقت هيدا الشعب ليتعود على الحياه المدنيه، فما نجلد حالنا. هاي النقطه بالذات انه في الخارج تخرج الثورات ضد الدوله، انتم خرجتم من اجل الدوله، يعني في لبنان اجل قيام هذه الدوله، ولكن حتى هذه الساعه لم نرى بشائر هذه الدوله. طيب وين المشكله؟ مثل ما قال طلال بالتكوين الطائفي، يعني خلينا نقول دغري انه نذهب انه بدها دوله حديثه، بس كيف؟ اول ما نزلت الناس بال2015 وبال2019 بالثوره نادت، شو قالت؟ قالت اسقاط النظام الطائفي. عارفين المشكل بهذا النظام وبحمايه هذا النظام اللي هن الزعماء. طبعا بعد في ناس مثل ما عم بقول خايفين تطلع من طائفتها، خايفين تطلع من الزعامه، لانه بالنسبه لها ما تعودت، ما عرفت مشروع تاني. ولكن في كثير ناس خلعت هذا الصوب الطائفي وبينت لنا ثوره 17. خليني بس استفاد الوقت. طلال، اخر شيء، انت على الهواء مباشر، شو بتقول للناس الموجودين الان في بيوتهم على الشاشات وانتم في طريقكم الى ساحه الشهداء؟ لو قعدتوا بالبيت، نحن بنمثلكم، كل الناس على الارض بتمثلكم، ما تفقدوا ايمانكم بالدوله. لابد ما يوما ما يحق يصح الصحيح ويرجع يقوم دوله بلبنان. بعرف انه كلياتكم تؤمنون بالدوله، لكن في خوف داخلي، في صراع داخلي بكل واحد منا. لما نتغلب على ذاتنا، على نفسنا، على طائفيتنا ونؤمن بالدولة، كلياتنا منروح لدولة مدنية حديثة تكون عادلة بحق الجميع. تحزني انه هذا الخطاب، يعني لربما نقول عنه انه هذا الخطاب الراقي الوطني على درجة عالية من الثقافة، من الفكر، من الفن، انه ما عم يلاقي هيدي الاصداء. بتحزني؟ لا انا مش حزينه، لانه انا من الناس اللي ببرم كل يوم او كل يومين بمنطقه، يعني بروح بشوف الناس بمناطقهم بكل لبنان، والناس كتير بتامن باللي عم بقوله بهيدا الخطاب. انا مش حزينه على هالناس، انا حزينه بس على الخسائر اللي عم نخسرها ونحن رايحين لنبني هالدوله. شكرا لك، اريد على اخته فقط. شكرا لك محمود على وجود عدد كبير. نعم. نعم محمود، اعذرني، اريد ان ادلل فقط على وجود العديد من الاطقم الاعلاميه الغربيه التي وصلت الى العاصمه بيروت على وقع الاحداث التي جرت في الايام الماضيه، وهي الان بكثافه توجد في هذا المظاهرة. نعم، وبالتأكيد نحن سنتابع معك كل التطورات أول بأول خلال هذا النهار. شكرا جزيلا لك حتى الان من بيروت، مراسل الحدث محمود. شكرا لك. في الأثناء صعدت ميليشيا حزب الله من تهديداتها بعد أحداث طيونة محاولة اتهام فرقاء آخرين بافتعال المواجهة. النائب عن ميليشيا الحزب حسن فضل الله وصف الأحداث الأخيرة بالمجزرة التي سيكون لها تداعياتها الكبيرة، وراح إلى أبعد من ذلك حين هدد كل من نزل إلى شارع وقال إنهم حرضوا وخططوا وقرروا نشر المجموعات وأطلاق النار وصولا إلى أعلى مسؤول. بموازاة ذلك انتقد رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد نزول الناس إلى الشارع وترديدهم شعارات مناوئة لحزبه وأطلاق عبارة الاحتلال الإيراني، متهما كل من يردد تلك الشعارات بالإرهاب. وفي المقابل البطريرك الماروني بشار الراعي رفض لجوء أي طرف إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرقات. الراعي استنكر استعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد
رافضا العودة إلى التجيش الطائفي وتسويات الطردية وداعيا إلى التلاقي لقطع دابر الفتنة. وشدد البطريرك الماروني على ضرورة دعم دور الجيش معتبرا أنه نجح في حصر مواقع الاشتباك يوم الخميس الماضي، كما طالب بدعم استقلالية القضاء وفقا لمبدأ فصل السلطات، مؤكدا أن ما من أحد أعلى من القانون. وفي ذكرى 17 أكتوبر توجه الراعي إلى الشباب اللبناني طالبا منه التعبير عن إرادته في الانتخابات النيابية المقبلة وانتخاب الأشجع والأفضل والأقدر. إلى العراق الآن. أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية تقدم تحالف سائرون والمدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ب 73 مقعدا من أصل 329. وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن تلك النتائج ليست نهائية، مشيرة إلى إمكانية الطعن فيها. وأوضحت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43%، موضحة أن مجموع المقترعين تجاوزت 9,600,000 ناخب. أكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل في مقابلة مع الحدث أن مهلة تقديم الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية تنتهي يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف جميل أن الهيئة القضائية المختصة في الشؤون الانتخابية لديها 10 أيام للنظر في الطعون المقدمة والرد عليها. في الحقيقة النتائج النهائية بعد أن تكتمل عملية تقديم الطعون والتي منحت فترة زمنية 3 أيام تنتهي بعد غد إن شاء الله نهاية الدوام الرسمي. وعند النظر بهذه الطعون هنالك أيضا 10 أيام أمام الهيئة القضائية المختصة بالشؤون الانتخابية، وبعد الرد على هذه الطعون وإكمال عملية حسمها ثم نعلن عن الأسماء والمقاعد النهائية لأعضاء مجلس النواب الفائزين بانتخابات 2021، وبعد ذلك هذه الأسماء ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وبعد المصادقة يعقد مجلس النواب جلسته الأولى. كشف الفائز في الانتخابات العراقية عن حركة امتداد فلاح الهلالي عن توافقات وحوارات مبدئية تجريها الحركة لجمع المستقلين في تحالف واحد، مشيرا إلى أن عدد المستقلين الذين تم التواصل معهم ومن المرجح أن يكونوا ضمن التحالف وصل إلى حدود 25 مقعدا، لافتا إلى أنهم سيكونون بعيدين عن قضية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء سواء كان مصطفى الكاظمي أو غيره. من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث منتظر الرشيد. منتظر، أهلا بك، ما هي آخر التطورات والمستجدات على ضوء أو بعد النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية؟ الكثير من الخاسرين طبعا في هذه الانتخابات أو الرافضين لهذه النتائج قدموا طعونهم، لديهم مهلة إلى ما بعد الغد كي تنتهي عملية تقديم الطعون. هناك من ينتظر كيف سيكون النظر في هذه الطعون، ما هي النتائج، هل ستغير من واقع البرلمان الجديد واقع النتائج التي أفرزتها الانتخابات أو لا، وعليه سيتخذ موقفا إما بالتصعيد أو بقبول النتائج كما هي. لكن فريقا آخر من الرافضين لهذه النتائج بدأ بالتصعيد بشكل عملي. هناك إغلاق للطرق في مدينة البصرة، هناك احتجاجات أيضا من قبل أنصار بعض المرشحين، أنصار بعض المرشحين، طبعا هنا نتحدث عن أنصار مرشحي تحالف الفتح، هناك أنصار لمرشحين قبليين أيضا خسروا الانتخابات، هناك أيضا قوى أخرى مرشحين عن قوى الدولة أيضا خسروا في هذه الانتخابات ويرفضون النتائج، يعني مناصروهم خرجوا أيضا إلى الطرق. هذه خطوات تصعيدية لكنها ليست كبيرة جدا، لكنها بالفعل بدأت، وهي عبارة عن رسائل طبعا إلى المفوضية وإلى الفائزين في هذه الانتخابات. لكن التصعيد على ما يبدو الحقيقي لم يبدأ بعد، هناك تحضير على ما يبدو لتظاهرات أكبر يوم الاثنين المقبل على سبيل المثال في منطقة الجادرية. هناك دعوات من قبل ما بات يعرف بالإطار التنسيقي الشيعي، وهو يمثل قوى كثيرة طبعا منها قوى الفتح وأيضا آخرين
رافضين لهذه النتائج ويعتبرون أن المفوضية لم تقم بدورها كما يجب وأنهم تعرضوا إلى إجحاف وظلم كما يقولون. بالتالي علينا أن ننتظر كيف ستكون هذه الخطوات التصعيدية، هل ستنتقل إلى حركة احتجاجية في شوارع المدن العراقية وتحديدا العاصمة بغداد، أم أنها ستقتصر على البيانات كما شهدنا خلال الأيام الماضية بعد إعلان النتائج؟ هل هناك خطابات سياسية توجه لمن يدعون لهذه التظاهرات من قبل السياسيين أو الكتل سواء التي فازت بشكل شبه نهائي في هذه الانتخابات أو الكتل الخاسرة؟ يعني أبرز من أعلن مثل هذه البيانات هو التيار الصدري عن طريق زعيمه مقتدى الصدر. هناك أكثر من تغريدة، يعني كل يوم تغريدة وتغريدتين له تتحدث طبعا آخر تغريدة عن النتائج والقبول بها، وأيضا دعا أيضا بقية المشاركين في هذه الانتخابات إلى احترام النتائج طبعا، لكن ذلك لا يعني التخفيف طبعا من حدة غضب الخاسرين في هذه الانتخابات. الكل يدرس خياراته الآن، نحن أمام مرحلة حساسة مفصلية جدا. القبول بهذه النتائج أمر لا يبدو أن القوى الخاسرة سلمت به إلى الآن، وبالتالي هي تلوح، هي تطلق الكثير من الرسائل، تطلق الكثير من التهديدات. سقف التهديدات كان مرتفعا بعد نهاية الانتخابات، خف قليلا، بدأ يرتفع اليوم. إلى أين ستصل الأمور؟ علينا أن نراقب وننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء فترة الطعون، وأيضا بعد النظر في هذه الطعون إذا ثبت أن المحكمة أو اللجنة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات أبقت النتائج على ما هي عليه وقبلت بها ومررتها، على ما يبدو سنشهد التصعيد أو المواقف الحقيقية لهؤلاء الرافضين كيف ستكون. نتابع معك منتظر كل طبعا هذه التطورات. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل الحدث منتظر الرشيد. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. نائم إيراني يقول إن محادثات النووي ستستأنف مع الدول الخمس في بروكسل يوم الخميس المقبل. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينة هين سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فرون من الجحيم، باحثون عن المجهول.
أهلا بكم من جديد إلى سوريا. والتوتر تحديدا في الشمال على أوجه، خاصة مع أنباء تفيد بتحضير كل من تركيا والنظام لعمليتين عسكريتين منفصلتين في الشمال السوري. وزادت التصريحات التركية حول احتمالات قيامها بعملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردي بهدف دفعهم 30 كيلومترا أخرى على الأقل. كما طلبت قيادة القوات التركية في سوريا من الفصائل الموالية لها رفع جاهزيتها والتأهب التام والاستعداد لأي احتمال. وأفاد المرصد بأن قيادات قسد أصدرت تعليمات لعناصرها تمنعهم من مغادرة مواقعهم خشية أن تستهدفهم الطائرات التركية. يأتي ذلك في ظل التصعيد من قبل إعلام النظام حول بدء معركة قريبة في إدلب. ورصد أيضا وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ إلى جنوب وشرق إدلب، وسط تخوف من وجود اتفاق غير معلن بين الرئيسين الروسي والتركي على مقايضة مناطق في إدلب مقابل مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا. هذا وذكر المرصد السوري أن روسيا سمحت للطيران التركي المسير باستهداف قيادات أجنبية في قسد. للحديث عن هذه التطورات من اسطنبول ينضم إلينا المحلل السياسي أوكتاي يلماز. أهلا ومرحبا بك أستاذ أوكتاي معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية، هل تحضيرات الشمال السوري تؤكد ما يقال عن تفاهمات تركية روسية مفادها إدلب مقابل قصقصة بعض المناطق للأكراد في شمال سوريا؟ تحية طيبة. نعم، هذا يعني ما زالت هناك مباحثات تركية روسية حول إجراء تركيا عمليات ضد المنظمات الانفصالية الإرهابية هناك، سواء كان في شرق فرات أو غربه. أما بخصوص هذا الموضوع، أي تسهيلات في إدلب مقابل السماح أو تسهيلات في لهذه العمليات خاصة في تل رفعت، نعم هذا الموضوع مثار يعني في الإعلام، ولكن يعني لا توجد هناك تسريبات رسمية حول هذا الموضوع، ولذلك لا أستطيع أن أتأكد. ولكن هل متوقع بعد كل ما ما جرى وكل ما قيل من قبل تركيا تحديدا بتمسكها بمناطق إدلب تحديدا وكل القوات التي كانت تدعمها على طول تلك السنوات، هل متوقع بتقديراتك على الأقل أن تتخلى عنها تركيا مقابل إزاحة مناطق سيطرة الأكراد من على حدودها؟ بكل تأكيد لا أظن أن تركيا تتخلى عن منطقة إدلب لأسباب كثيرة. أولا، هناك مدنيون، ملايين من المدنيين يعني في خطر إذا اقترب منهم قوات النظام. ثانيا، يعني هذه منطقة استراتيجية بالنسبة لتركيا، لا يمكن السماح لدفع الملايين على الحدود التركية، وكذلك لتواجد كل هذه القوات وخاصة الميليشيات الطائفية والأجنبية على الحدود التركية، أقصد خاصة الميليشيات الإيرانية وغير إيرانية. كذلك هناك قوات كبيرة لتركيا، ولكن قد تكون هناك تفاهمات نسبية، أقصد تظهير أو فتح طريق أنفور، أجزاء من طريق أنفور، أو إعادة تموضع بعض القوات التركية في جنوب إدلب مقابل انسحاب القوات الروسية من تل رفعت، تهية لعملية عسكرية تركية لتدهير هذه المنطقة، لأن قوات البكاكا تقوم معظم اعتداءاتها من هذه المنطقة في شرق الفرات.
طبعا كذلك يعني تركيا وحشد قوات النظام الفرات والحشد من قبل قوات النظام بكل تلك التعزيزات العسكرية، يقال بأنها تحضيرا لمعركة كبيرة في إدلب. كيف يمكن أن يكون الموقف التركي برأيك؟ بكل تأكيد أي عملية من هذا النوع ستكون كارثية، أولا على المدنيين كما ذكرت هنا بسبب وجود ملايين من المدنيين، عشرات من المعسكرات، لا ولا يوجد ملجأ، يعني هذا كان آخر ملجأ لكثير من هؤلاء الناس. كذلك هناك يعني وجود قوات المعارضة السورية سواء كانت المتشددون أو القوى الفصائل المعتدلة، وكذلك وجود القوات التركية، لا يمكن لتركيا السماح للنظام للحسم العسكري للنظام في هذه المنطقة. نعم صحيح، يعني النظام يساعد ويظهر القوة وتلميحات بهذا الخصوص، ولكن لا أعتقد أن تركيا تسمح لعملية كبيرة في هذه المنطقة كما ذكرت لعدة أسباب. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. من إسطنبول كنت معنا المحلل السياسي أوكتاي ألماز، شكرا لك. أعلن البرلمان الأوروبي أن النظام الديمقراطي في تونس يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات، داعيا لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس. هذا وتترقب السلطات التونسية نتائج الجلسة المقرر أن يعقدها غدا مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي سيخصصها للملف السياسي التونسي وما سينتج عنه من قرارات، خاصة بعد أن أصبح الرئيس التونسي قيس سعيد يتحكم بجميع مقاليد السلطة وفي مقدمتها البرلمان والقضاء. ويرى مراقبون أن حجم الضغوط المسلطة على السلطات التونسية بات كبيرا، خاصة بعد اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكي الذي بحث الأوضاع السياسية في تونس واصفا الديمقراطية التونسية بأنها أصبحت في خطر. قال عضو في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي أنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل يوم الخميس المقبل مع الدول الخمس والتي لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي الموقع في 2015. ونقل النائب عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله خلال الاجتماع المغلق لمجلس الشورى أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل. وبدورها أيضا أكد النائب بهروز محبي نجم أبادي في تغريدة على تويتر أن الحكومة الإيرانية ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع على أساس قانون خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني. نقل نائب في البرلمان الإيراني علي رضا مير سليمي عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع مغلق للبرلمان قوله إن إيران ستنتهج سياسة الخطوة مقابل الخطوة والعمل مقابل العمل في المفاوضات النووية مع القوى العالمية، داعيا الأمريكيين إلى إثبات حسن نواياهم وصدقيتهم والقيام بمبادرة جادة قبل استئناف المفاوضات. عبد اللهيان أعلن خلال الاجتماع أن طهران ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد رهنا بها، كاشفا أن بلاده ستعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر المصادق عليه في البرلمان. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان نظام الدين موسوي إن إيران تبحث خطة للتعاطي مع المفاوضات النووية تضمن مصالح البلاد، موضحا أن الخطة ستتبلور وفقا لتبادل الرأي بين الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي وجميع الأجهزة الأخرى ذات الصلة.
ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن وفدا أوروبيا فشل في تأمين التزام إيران العودة إلى محادثات فيينا النووية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للانخراط في المحادثات. وقال المسؤول إنه ليست فكرة سيئة الجلوس مع الإيرانيين وتوضيح الاستفسارات المختلفة التي قد يطرحونها. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جمهورية الرأس الأخضر سلمت إلى الولايات المتحدة رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب، والمتهم بالقيام بغسيل أموال لصالح نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وبحسب الوزارة فمن المتوقع مثول صعب أمام محكمة في فلوريدا يوم الاثنين المقبل. وعلى خلفية عملية تسليم صعب أعلنت السلطة الفنزويلية تعليق مشاركتها في الحوار مع المعارضة، حيث قال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن تعليق المشاركة في المفاوضات جاء احتجاجا على ما وصفه بالاعتداء الوحشي على أليكس صعب. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. اعتصام الحرية والتغيير المناهض للحكومة مستمر في الخرطوم وانضمام متظاهرين من ولايات أخرى. في ذكرى حراك لبنان الحكومة حبيسة مصير المحقق بانفجار المرفأ وعنف الطيونة. اشتداد المعارك جنوب مأرب وميليشيا الحوثي تقتحم قرى العبدية وتنكل بمدنيها. حشد تركي ضد أكراد سوريا وأنباء عن صفقة روسية تركية إدلب مقابل قصقصة مناطق الأكراد. نهاية النشرة، إلى اللقاء. Let's go.